ما صدقوني يا جماعة، بس صدقيني يا بنت عمي إذا قلت لك كل اللي صار غصب عني. بعين الله. أبي الله يرحمه أخذني وأنا صغير، وهنيك عشت وبرت واشتغلت. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. وإن شاء الله جبت بنت عمك معك. والله ما تجوزت. ليش لك ابني؟ كمل نص دينك. والله حاسس إنه ما أنا الأوان يا شيخي، بس يقول الله كريم. الله يطعمك يا حق. الله يسلمك. إيه بنتي؟ بدنا مفتاح بيت عمك الزعيم أبو صالح الله يرحمه من عندك، حتى يسكن فيه مأمون بيك. على راسي شيخنا، أي ما أجيب لكم إياه. كانوا أخبار الحارة كانت مطوعة عنكم بالمرة ما هي؟ أي والله يا شيخي، يعني اللي بعرفه إنه جدي الله يرحمه ما كان رضيان عن جوازة أبي من أمي، مشان هيك ترك البلد وهشل بعيد، وضل زعلان وأخذ على خاطره وما عاد يهتم بأخبار الحارة بالمرة. صدقني يا شيخي، أنا بذات نفسي ما بعرف مين قرايبيني بالحارة. ما بقى لك غير فريال بنت عمك، حرام كمان حظاتها قلال هي تاني. زوجت عبكير ومات زوجها وترك لها بنت وحيدة، أخذها عصام ابن أبو عصام ابن رفيقك القديم. تفضل ابن عمي. الله يسلم هاليدين. ويديك. اسمعيني يا بنت عمي وراح أقولها قدام شيخي. تفضل. ترى أنا ما عندي طمع بورتة عمي الله يرحمه، الحمد لله مستورة وحالتي منيحة، وإذا أنت بدك شي بتأمريني بشي ترى أنا مجبور فيكي ورقبتي سدادة. لا أيوه، شو عم تحكي ابن عمي؟ أنت من حقك تاخد نصيبك من الورتة وعلى دوز بارة، وأنا اللي بيقوله الشرع رضياني فيه، وبإذن الله ما باخد إلا حقي. بهاي مع حق فريال خانم.